بجد الترحيب بحضراتكم مره تانية. دلوقتي وصلنا للجزء الاخير من حلقتنا فقره سهم وقوس، وخلينا نرحب بضيفنا العزيز المحلل الرياضي الاستاذ محمد منصور. يا استاذ محمد صباح الفل عليكم، نورنا. صباح الفل، صباح الفل اخيرا، صباح الفل على الساده المشاهدين. طبعا منورنا، وعايز ابتدي معاك بقى اكيد بالمباراه النهائيه امبارح اللي كان بين كوت ديفوار ونيجيريا، وتتويج بقى منتخب الافيال بكوت ديفوار بعد الماراثون والمشوار الكبير بقى اللي كان اليوم في البطوله. تمام، هو كان طبعا غير التوقعات المباريات كلها يعتبر. كوت ديفوار كان برضو الموضوع كان صعب جدا لان هي طالعه من احسن توالت، لان يعتبر لعبوا تقريبا 6 ماتشات، كسبوا 3 وتعادلوا 1 وتغلبوا 2، منها غينيا الاستوائيه 4-0، فكانت حاجه بشكل مدمر في بلدك ووسط جماهيرك. فامبارح المباراه كانت برضه غير التوقعات لان نيجيريا كسبت كوت ديفوار في المجموعات 1-0، فالموضوع بالنسبه لك كان صعب. لكن طبعا زي ما احنا شايفين من امبارح الموضوع الحماس والاراده وفرانك كيسيه واللعيبه بتاعت كوت ديفوار ان هي عايزه خلاص، ما دام انا عديت مرحله دور 16 وربع النهائي ونص النهائي خلاص هناخد البطوله. والحماس ده يا استاذ محمد هو كان من اول مباراه السنغال. بالظبط، يعني بالزبط. تغيير المستوى وتغيير بالزبط. شخصيه اللعيبه واللعيبه تحسهم اتبدلوا، كان بدايتها من اول ماتش السنغال. بالظبط، لان الناس كلها كانت متوقعه السنغال يعتبر هي حتى بعد فوز كوت ديفوار بالبطوله هي اقوى هجوم 9 اهداف، يعني كوت ديفوار جابت 8 اهداف. ففكره ان السنغال وكوت ديفوار دور 16 بالنسبه لها خلاص هي محسومه للسنغال، بس طبعا صعدوا بضربات الجزاء، فالموضوع بالنسبه لهم تحول زي ما انت بتقول بالظبط.